بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 30 من الكتاب 37، كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل والتقدم به. التقدم به يعني تستعمله إدام بالخبز، يعني غموس، بلغة المصريين سموه غموس، بحري سموه غموس، وإبلي سموه إدام. يعني وجه إبلي سموه إدام، لحد دلوقتي يقول لك إدام. هتتقدم إيه؟ نقدم لك إيه مع الخبز؟ يعني إدام نوعه إيه؟ والتانيين يسموه غموس، يعني هتغمس العيش. فيبقى الإدام ما يوضع في الخبز، كل ما يوضع في الخبز يسمى إدام. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 71 بعد 405,000، قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعم الأدم أو الإدام الخل، نعم الأدم بالضم كده، يبقى جمع إدام، أدم جمع إدام، نعم الأدم أو الإدام الخل. وعن أبي قال: وحدثنا موسى بن قريش ابن نافع التميمي قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال: حدثنا سليمان بن بلال بهذا الإسناد، وقال: نعم الأدم، نعم الأدم، ولم يشك. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم، فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل به ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. يبقى سنة النبي الرضا بالموجود وعدم طلب المفقود، نفهم من هنا سنة قل من نبه عليه، الرضا بالموجود وعدم طلب المفقود. هو ما كانش موجود عنده إلا خل، فرضي به ومدحه ولم يعني يتضرر ويتضجر، وما يقولش مثلا احنا مش عارفين نعيش، مش عارفين ناكل، مش عارفين، زي ما بيقول الناس الوقت، ما كانش يتضجر صلى الله عليه وسلم. لدرجة أحيان كان يطلب حتى خبز بلا إدام لا يجد فينوي الصيام صلى الله عليه وسلم. مين بقى بيعمل هذه السنن الجميلة؟ إنه يرضى بالموجود ولا يطلب المفقود. دلوقتي الناس تتبطر بالموجود وتتعلق بالمفقود، فهمت؟ على خلاف السنة بالكلية، وتلاقي لحيته قد كده إن شاء الله، والجلابية بيضاء إيه؟ والسواد هيخرم ودانه. وبالرغم من كده لا يرضى بالموجود ويتعلق قلبه بالمفقود، ويقول انا على سنه النبي. سنه ايه بقى يا استاذ؟ السنه اللي هي متعلقه بالقلوب دي اقوى، سنه القلوب والسلوك دي اقوى كثير من السنه المظهريه. حولوا دينا الى شويه مظاهر. وعن أبي قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن المثنى ابن سعيد قال: حدثني طلحة بن نافع أنه سمع جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله فأخرج إلي فلقا من خبز، فقال: ما من أذن، ما من أذن، يعني هو عايز إيه؟ يستضيف سيدنا جابر. فجاب له شوية كسات خبز ويسأل الزوجات: ما عندكمش حاجة نغمس؟ ما من أذن؟ فقالوا: لا، إلا شيء من خل. قال: فإن الخل نعم الأذن. قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال طلحة: ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. وعن أبي قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع قال حدثنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده إلى منزله بمثل حديث ابن علي إلى قوله: فنعم الأدم الخل، ولم يذكر ما بعده. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حجاج بن أبي زينب قال حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت جالسا في داري فمر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأشار إلي فقمت إليه فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل ثم أذن لي فدخلت الحجاب عليها فقال: هل من غداء؟ فقالوا: نعم. فأتي بثلاثة أقرصة فوضعنا على نبي، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يديه. يبقى أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يدي ثم أخذ الثالث فكسره باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يديه، يعني تناصفه. ثم قال: هل من أدم؟ قالوا: لا، إلا شيء من خل. قال: هاتوه فنعم الأدم هو، فنعم الأدم هو. باب إباحة أكل الثوم وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه وكذا ما في معنى. معلوم أن الثوم والبصل والكراث وكل ما له رائحة كريهة يباح أكله، ولكن يكره لمن يريد حضور الجماعة أو من يحتك بالناس حتى لا يؤذي الآخر. وعشان كده من ضمن مسوغات ترك الجماعة أكل الثوم والبصل. يوم يصلي بيته، يصلي بيته ما يجيش الجامع، يقول لو جاء الجامع هيعمل كراهة شديدة تزول منه ثواب التضعيف، لأنه من حضر المسجد وفعل مكروها صحت صلاته بلا تضعيف. فهم؟ لأن التضعيف يكون لمن يراعي الأدب، أما من لا يراعي الأدب فلا تضعيف، لأن التضعيف مكافأة زائدة لمن يراعي الأدب. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألته: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكره من أجل ريحه. قال: فإني أكره ما كرهت. سيدي، في الحديث السابق يعني إيه فوضان على نبي؟ نبي حاجة مرتفعة، حاجة مرتفعة، النبي المكان المرتفع. أصل هنا في الشرح هو على بتن متنى بيت هي، لا يلا خلي البه مين على متن يعني على ظهر شيحك، على نبي يعني وضعنا على نبي، نبي يعني مكان مرتفع، يقول لك نبا يعني ارتفع. في
مش المفروض وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبر؟ لا خطاب الكبر. في خطأ. لمن أراد خطاب الكبار. الباء أيبها فيها عليها فتحة. ده تاني خطأ نلاقيه هنا في امبارح برضو هنا خطأ قبيح يعني. اللي هو في الباب 23 باب في إدخال التمر ونحوه. هي في الدخار القبر. في الدخار. الدخار مش إدخال. عايزين نجتمع الأخطاء دي ونبلغهم علشان الطبعة الجاية تكون أحسن من كده. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة في هذا الإسناد. وعن أبي قال وحدثني حجاج بن الشاعر وأحمد بن سعيد بن صخر واللفظ منهما قديم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت في رواية حجاج بن بن يزيد أبو زيد الأحول. في بعض النسخ مكتوبة أخو زيد. هي أبو زيد. صلح نسخه. في حد عنده أخو زيد؟ في حد فيكم عنده أخو زيد؟ كله أبو؟ الحمد لله كل النسخ صحيح. لكن في بعض النسخ مكتوبة أخو زيد وهي خطأ. هي بالباء وليست بالخاء. أبو زيد الأحول. قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفلى وأبو أيوب في العلو. قال فانتبه أبو أيوب ليلة فقال تمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استحملش. فتنحوا فباتوا في جانب ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق. فقال لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل. فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه. يبقى بيتبركوا بآثار النبي. فصنع له طعاما فيه ثوم فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له لم يأكل. ففزع وصعد إليه فقال أحرمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكني أكرهه. قال فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يعني يؤتى إليه الوحي يعني وبيجيله ضيوف. عشان كده النبي لا يحب أن يخرج منه رائحة كريهة لأنه باستمرار يحتك بالناس وأيضا يأتيه الوحي في أي وقت. فكان لا يحب أن يخرج منه رائحة كريهة صلى الله عليه وسلم. في الإسناد عاصم بن عبد الله أو عاصم بن حدثنا عاصم عن عبد الله ابن الحارث. عاصم عن تمام عندك عن ابن عبد الله هي عن قال حدثنا عاصم عن عبد الله ابن الحارث انت كده عن عندكم ابن نشوف هنا في الطبع المصرية كتبنا ازاي. أيوة أنا عارف. عاصم ابن عبد الله ابن الحارث عن أفلح. أنا مكتوب عندي هنا في النسخة بتاعت المطبعة المصرية قال حدثنا عاصم ابن عبد الله ابن الحارث عن أفلح. في المكنز عن عبد الله. أنا هنا ابن فعايزين نحط تحتها نقطة ونكتب في الهامش ونراجعها. هيكون دي خطأ في المكنز. يعني عندي نحطها دايره كده وخليها زي ما هي عن كده ونكتب ايه بين قوسين كده انها ممكن تكون ايه.
ونكتب بعد كده تراجع. وانت هتعمل العكس، تيجي عند ابنة تعمل دايرة وتكتب في مش دايرة، تكتب عند عن وتكتب تراجع. فهمت؟ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود. مجهود يعني تعبان وجعان. مجهود يعني إيه؟ تعبان وجعان ومعيش فلوس ياكل ولا مكان استريح فيه. كلمة واحدة فيها كل المعاني دي. تمام؟ يعني عايز اكل وانام وليس عندي طعام ولا مأوى. فهمت؟ ادي معنى مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال من يضيف هذا الليلة؟ رحمه الله بدعيله. فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني. قال فعلليهم بشيء، يعني اشغليهم بأي حاجة. فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل. ليه؟ لأنه عايز يبقى الدنيا ظلمة علشان الأكل على قده هو لوحده. فلو كان النور منير وهياكلوا معاه مش هيكفيه فيه. فأراد أن يطفئ السراج عشان هو ياكل والتانيين يفتكروا هم بياكلوا معاه في الظلمة ومش شايفه. فهمت؟ كل ده من باب إكرامه يعني. فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. يعني أول ما يبتدي يأكل روحي يعني كأنك بتصلحي السراج كده يعني بتعليه بتاع وبعدين نطفئيه، يعني اتخرب النور اتقطع كأنهم في القاهرة بعد الثورة. احنا النور بيتقطع فجأة. فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. يعني النبي وصل له الخبر قبل ما يقوله. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، دي طبيعة أهل الأنصار كده. فقال قد عجب الله يعني إيه؟ يعني رضي. يعني عجب الله يعني رضي وأثابكم على ذلك. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب. يبقى عجب هنا من الرضا وليس من التعجب، مش كده برضو؟ يبقى عجب هنا من الرضا وهو الإعجاب يعني وليس من التعجب، لأن التعجب محال في حقه سبحانه وتعالى، لا يفاجئه شيء فهو بكل شيء عليم. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن فضيل ابن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه. فقال لامرأته نومي الصبية وأطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك. قال فنزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن أبي قال والخصاصة هو الحاجة الشديدة الملحة، أدي معنى الخصاصة، يبقى الحاجة الشديدة الملحة. وعن أبي قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه. فقال ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فانطلق به إلى رحله وساق الحديث بنحو حديث جرير
وذكر فيه نزول الآية كما ذكره وكيع. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، يعني من شدة الجوع يعني، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حد يأكلهم يعني، فليس أحد منهم يقبلنا. وده يدلك على أن كان الصحابة كلهم في جهد شديد وفي إيه وفي مجاعة يعني. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ولا يسمع اليقظان ويسمع اليقظان. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فيشرب. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي ولست جعان هو. فالشيطان جاي وسوس له، قال له: يا أخي ما تشرب نصيب النبي، النبي بيروح برضه في الأنصار بيكرموه طول النهار وإحنا هنا مش لاقيين ناكل، واخد بالك؟ فقال له الشيطان: إيه أقول له كده يعني؟ هو لسه جعان بقى. فقال له النبي طول النهار بقى ما شاء الله يعني حبايبه كتير، واخد بالك؟ وهو أكيد يعني شرب هنا شوية وكل هنا شوية، حكاية ماشية يعني، هيجي مش هيحس بحاجة، وراح قايم وراح شاربهم. فقال الشيطان بيقول له ايه: محمد يأتي الانصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به حاجة، ما به حاجة الى دي الجرعة، فأتيتها فشربتها. فلما ان وغلت في بطني، يعني تمكنت في بطني، دخلت ضمير وأنبه، ايه المصيبة اللي انا عملتها دي؟ وعلمت انه ليس اليها سبيل، قد ندمني الشيطان، يعني خلاني اندم يعني. فقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محمد؟ بعد ما قال له، ما هو طريقة الشيطان كده عايز يحزنه خلاص، قال له: أنت جعان قوم اشرب. بعد ما شرب قال له: إيه ده؟ إيه المصيبة دي؟ تشرب شراب؟ يعني هي دي طريقة الشيطان، فأنت ما تمشيش ورا الشيطان لأنه إيه؟ هيتخلى عنك في أي وقت، عامل زي أمريكا كده. أمريكا كده تلاقيها برضه إيه؟ توالي مثلا حد من الحكام، وأول ما يغرق هي أول واحد تسيبه، وهي أول واحد تعينه على ظلمه، وأول ما يغرق أول واحد تسيبه. شيطان الإنس، شياطين الإنس هم الأمريكان دول، عملوا كده في شاه إيران، عملوا كده في صدام، عملوا كده في حسني مبارك. ده حسني مبارك في السجن بيقول الأمريكا دي اللي متغطي بيها عريان، قال كده يعني، هو نفسه أيقن ذلك، فاهم؟ يعني لما تقرأ قصص الشيطان مع ابن آدم تلاقيها نفس قصص الأمريكان مع الزعماء، واخد بالك؟ هي هي. فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل، قال: ندمني الشيطان. فقال: ويحك، وهي كلمة إيه يعني؟ إيه ترحم. ما صنعت؟ أشربت شراب محمد فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك وعلي شملة، يعني عليه كده حاجة إيه، حتة قماشة بيضغط بيه. إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم، النوم طار من عيني من الندم. وأما صاحباي فناما ولم يصنع ما صنعت، كانوا ضميرهم مستريح، شربوا نصيبهم وناموا، هو بقى اللي عمل الجريمة. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شربه فكشف عنه فلم يجد فيه شيء، فرفع رأسه إلى السماء. فهو ما قدرش شاف النبي، ده هيجي علي حرام ده. فرفع رأسه إلى السماء فقلت: الآن يدعو علي فأهلك.
فقال شوف بقى رحمة النبي، فقال اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من أسقاني. كأنه بالضبط يقول بالعكس، يعني احرم من حرمني بمفهوم المخالفة بقى، لكن النبي رحمة. فقال اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من أسقاني. قال فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعمز. هو النبي يقول أطعم من أطعمني، قال والله طب خلاص أنا محتيمه بقى، هروح أذبح له إيه؟ إيه عنزم العنزات دول وأعملها له أكل عشان أخد ثواب إيه الدعوة، أطعم من أطعمني. فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة اللي هي يعني المدية اللي هي السكينة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هي حافلة، اللي كان لسه حليبها لقاها مليانة لبن، حافلة يعني كثيرة اللبن. وإذا هن حفل، الثلاثة دي بركة كبيرة بقى إيه، وعلامة من علامات نبوة نبينا يعني إكرام. وإذا هن حفل كلهن، يبقى حافلة أو حفل يعني إيه ممتلئ الدرح باللبن. فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، جاب إناء كبير ما كانش إيه تصوروا إنه هيعمل. قال فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة؟ صلى الله عليه وسلم يقول له كده. قال قلت يا رسول الله اشرب، ما رضاش يجاوب، قال اشرب. قلت يا رسول الله اشرب فشرب، ثم ناولني فقلت يا رسول الله اشرب تاني اشرب فشرب ثم ناولني. ما هو شبعان، ما هو شرب نصيبين، النبي بيديله يشرب ده يقول له لا اشرب انت، هو لسه شبعان. فلما عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته قال اسق من سقاني وأطعم من أطعمني، يبقى خد الدعوة بقى، انبسط فرح بقى. ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض، قعد يضحك لحد ما اترمى على الأرض من الضحك. إيه؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد، عملت حاجة إجرام يعني. فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا، اعترف بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني؟ فنوقف صاحبينا فيصيباني منها، يعني البركة دي يعني. قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك، من أصابها من الناس يعني أنا ما يفرقش معايا مين هيبقى معانا، المهم أنا معك وخلاص. صلى الله عليه وسلم، ودي كلها رحمات النبي، ووجوده نفسه رحمة صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شمي قال حدثنا سليمان بن المغيرة بهذا الإسناد. وعن أبي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى جميعا عن المعتمر بن سليمان واللفظ لابن معاذ. قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي عن أبي عثمان وحدث أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 30 و100. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، والصاع ده يعني حوالي 2.5 كيلو، فعجن. ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل، مشعان يعني ثائر الرأس يعني شعره منكوش طويل معروف الطول يعني، بغنم يسوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية أو قال أم هبة؟ فقال لا بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن اللي هو الكبد، كبدها يسموه سواد البطن. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. قال ويم الله ما من 30 و100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة من سواد بطنها، يعني كبد معزة ياخد منه 130
كل واحد ياخد منه حزه، دي كرامه كبيره. تكسير الطعام ايه بوجود النبي دي شيء متكرر ايام الصحابه، كثيرا ما كان يتكرر. الا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزه من سواد بطنها، ان كان شاهدا اعطاه وان كان غائبا خبأ له. قال: وجعل قصعتين فاكلنا منهما اجمعون وشبعنا، وفضل من القصعتين فحملته على البعير او كما قال. يبقى تكثير الطعام ببركه هذا النبي معلوم شبه متواتر معنا، يعني حدث فيه مواقف كثيره. وعنه به قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الاعلى القيسي كلهم عن المعتمر واللفظ لابن معاذ. قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: قال ابي حدثنا ابو عثمان انه حدثه عبد الرحمن بن ابي بكر ان اصحاب الصفه كانوا ناسا فقراء، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مره: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثه، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس أو كما قال. وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر بثلاثة. قال: فهو وأنا وأبي وأمي، فهو اللي هو أبو بكر وأنا اللي هو عبد الرحمن ابنه وأبي وأمي، الثلاثة هم مين؟ فهو اللي هو لا وأبو بكر بثلاثة. قال: فهو وأنا اللي هو النبي وأنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر. قال: وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ ضيوفك مستنينك كل المدة دي. أو قالت: ضيفك. قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجي، قد عرضوا عليهم فغلبوهم. يعني عرضوا على الضيوف كله، سيدنا ابو بكر بره، قالوا: لا مش هناكل الا لما يجي ابو بكر. سيدنا ابو بكر جه متاخر، لقاهم قاعدين وما كلوش، زعل. ازاي هم؟ هو متصور ان هم كانوا بقى وناموا، عشان كده كان قاعد براحته مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت انا فاختبأت. اول ما لقى ابوه داخل ولقى الناس ما كلوش وعرف ان ابوه هيغضب، عبد الرحمن استخبى، لأن أبوه هيشتمه أو يزعق له ويضربه هتحصل مشكلة. فاختبأت وقال: يا غنثر. فجدع. غنثر يعني تقيل يا واخم، عارف باللغة بتاعتنا دلوقتي؟ يا واد يا رخم. غنثر يعني يا رخم. واخد بالك؟ بالظبط كده، يا رخم. هي كده. فجدع وسب. جدع وسب يعني قال له إيه؟ ان شاء الله يتقطع انفك وتتقطع ودانك وتتقطع، مش ادي معنى ادي جدع وسب، خد بالك؟ لان التجديع وقطع الانف، مش كده برضه؟ وقال: كلوا لا هنيئا. قال للضيوف ايه؟ كلوا لا هنيئا، عشان انتوا كده اذيتوني، ان انا ايه حسيت ان انا ضميري قلبني ان انا اخرتكم. طب ليه؟ ما انا ابني معاكم بالنيابه عني، كنتوا كلتوا، انتوا جايين تاذوني وانا جاي انا اكرمكم، تقوموا تيجوا تؤذوني؟ فهمت؟ كلوا لا هنيئا. قال: والله لا اطعمه ابدا. وهو حلف، قال: والله ما انا واكل. كلوا بقى لا هنيئا، والله ما انا واكل. وراح قاعد وهو مش واكل. قال: فيم الله ما كنا ناخذ من لقمه إن الا راب من اسفل. سيدنا ابو بكر بقى لاحظ وهم بياكلوا، كل ما يشيلوا ياكلوا يلاقي ايه؟ اللقمه تزيد من مكان ما خدوا، ما بتخلصش الاكل، ده بيزيد، فلقى بركة. إلا راب من أسفلها أكثر منها. قال: حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر. قال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ إيه البركة دي؟
قالت لا وقرة عيني، لا وقرة عيني، هي بتقول لا والنبي، إذا كانوا بيقولوا النبي ما لا وقرة عيني، الواو دي واو ايه؟ واو القصر، وقرة عيني، قرة عينها هيبقى منين؟ هو النبي مش كده برضو؟ لا وقرة عيني لا هي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار. قال فأكل منها أبو بكر مع أنه حلف أنه مش هياكل، بس لما لها بركة بقى قال مش مهم أحنس وإيه وأكل من البركة دي، وبعدين بقى بعد كده أعمل كفارة يمين حتى لا تفوت بركتها يعني. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني الغضب بتاعه يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. قال وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل فعرفنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، عرفنا يعني خلوا على كل 12 عريف مسؤول يعني. فهمت ازاي؟ يعني معنى عرفنا 12 رجل، خلوا 12 عريف وكل واحد من العريف ده بقى مسؤول عن مجموعة، وكل المجموعات دي كلها كانوا من طعام أبي بكر. شفت بقى؟ فعرفنا 12 رجلا مع كل رجل من ال 12 يعني منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، إلا أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. كل دي كرامات كانت تحدث ببركة الحين حضور النبي مع الصحابة صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح العطار عن الجري الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال نزل علينا أضياف لنا، قال وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، قال فانطلق وقال يا عبد الرحمن افرغ من أضيافك، يعني هم بحقهم وأكلهم ما تنتظرنيش. قال فلما أمسيت جئنا بقراهم، قال فأبوا فقالوا حتى يجيء أبو منزلنا، حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا. قال فقلت لهم إنه رجل حديد، حتى دخلوا حديد يعني رجل شديد الطبع، أبو بكر يعني ما يغضب يبقى شديد، أقول لهم كده أنتوا هتعملوا لي مشكلة هيزعلنا، وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى. قال فأبوا برضه مصممين. فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم، فقال أفرغتم من أضيافكم؟ قالوا لا والله ما فرغنا. قال ألم آمر عبد الرحمن؟ قال وتنحيت عنه. فقال يا عبد الرحمن؟ قال فتنحيت. قال فقال يا غرسة أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت، مستخبئ. قال فجئت فقلت والله ما لي ذنب، خايف منه هعمل ايده كده، فقلت والله ما لي ذنب هؤلاء اضيافك فسلهم قد اتيتهم بقراهم فابوا ان يطعموا حتى تجيء. قال فقال ما لكم الا تقبلوا عنا قراكم؟ قال فقال ابو بكر فوالله لا اطعمه الليله. قال فقالوا فوالله لا نطعمه حتى تطعمه، ده جايين بقى يعني تحدي. قال فما رايت كالشر كالليل قط، ويلكم ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم. قال ثم قال أما الأولى فمن الشيطان، اللي هو إيه اليمين يعني اللي حلو دي، هلموا قراكم. قال فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلوا. قال فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بر وحنثت. قال فأخبره فقال بل أنت أبرهم وأخيارهم. قال ولم تبلغني كفارة. ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله. يعني هل هذا اليمين إيه لم تبلغ كفارة اتحسب إنه له لا يؤاخذكم الله بلغو بأيمانكم، أم أنه كفر ولكن لم يذكر الكفارة تحتمل دي وتحتمل؟ والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.